طب ما تقول لنا حاجة بس وحيلي يا استاذ ماهر، عشان برضو الناس تبقى يعني جملة. بحب الأهلي مثلا. ميمي لبندا زمالك. أنا بحب الزمالك. جميل. لا بس حضرتك بتحب الأهلي برضو. ميمي لبندا زمالك، لكني ميمي نجوة معروف يا أهلي. طب ده شيء محترم من حضرتك جدا برضو. أنا أعرف معروف الأهلي. اوكي. خد بالك هي لغه فيها 40% من الكلمات عربي. بس حضرتك بتقول اشتغلت بالاذاعه بس باللغه السواحيليه. اشتغلت في الاول دي اذاعات موجهه ولا موجهه؟ اشتغلت في قسم الاذاعات في الاداره العامه لافريقيا، اللغه قسم السواحيلي ده موجه لشرق افريقيا، قعدت فيه من 86 ل 89، بعد رحت مذيع عربي بعد كده. جميل. طب الذكريات لسه ما خلصتش، ورغم برضو ان حضرتك زملكاوي لكن تحدثنا ان احسن خمس دقائق كانوا في حياتي. ايوه في يعني ده كان اعتراف من الاستاذ ماهر. طبعا. قال احسن خمس دقائق في حياتي كانوا لما الاهلي فاز على الصفاقسي، ده كان عام 2006. 2006 بالظبط، 11 نوفمبر 2006. فاشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ لان انا في تونس، تونس دي بلد انا بحبها جدا واشتغلت معاهم وكل حاجه، لكن في النهايه في نادي مصري بيلعب في تونس. فلازم اشجع النادي المصري اللي هو اللي انا بشجعه، بلدي يعني. الكابتن طاهر ابو زيد شاهد على الواقعه دي، لان هو اللي كان معايا بالليل لما قعدنا على قهوه في شوارع تونس، وكان معانا واحد من قناه اللي هو اللي كانوا بيشتغلوا فيها اسمه الكابتن خالد، هو تونسي راجل مش فاكر اسمه خالد ايه يعني. البلد كانت حاله يعني فرحه عارمه، الكاس رجع، الكاس تونسي خلاص صفقش، هما متعادلين 1-1 هنا، هناك بقى خلاص هما في بلدهم يعني. استاد رادس ما كانش فيه رجل. انا رحت الاستاد انا والكابتن ميمي الشربيني والكابتن خالد الغندور والكابتن واستاذ جمال نور الدين الصحفي في الاذاعه والتلفزيون، واستاذ ضاحي مذيع الشباب الرياضي اللي هيغطي شباب الرياضي، ومجدي كامل زميلنا. مجدي كامل هو اصلا مذيع من الشرق الاوسط طبعا، لكن هو المنتج للفقره الرياضيه في شباب الرياضه، مش فاكر الفقره اسمها ايه يعني. فاحنا رايحين شايفين البلد عامله ازاي. هو خلاص هو الكاس تونسي. انا قلت في الحكايه اللي كتبتها ان انا طلعت هوا مع الكابتن طاهر ابو زيد بساله عن الماتش والاجواء، فهو في الاخر قال لي انا عايز اقول حاجه قبل ما نختم، الكاس راجع مصر. قلت له بأمارة ايه؟ انت ما انت شايف اللي احنا شايفينه. قال لي هو ده اللي هيرجع الكاس مصر، الضغط اللي على اللعيبه ده يرجع الكاس مصر. عايز اقول لك ان اي لعيب في الاهلي امبارح حط راسه على المخده بالليل نام، لان عنده بطولات وشاله بطولات وهيعمل دولاب جديد عشان يحط فيه الكاس ده. انما اخواتنا في الصفاقسي متعطشين، اللعيبه ما ناموش طول الليل، كل واحد بيحلم وبيتخيل هيشيل الكاس ازاي قدام الكاميرات، وده هيشتت تفكيرهم. بعدين هم هيفصلوا دولاب جديد عشان يحطوا فيه اول كاس. ده ضغط نفسي. قال لي والله انا فاكر ان هو قال لي هكلمك بنفسيه واحد لبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا. لا ومش اي واحد، وطاهر ابو زيد. طبعا. هو على فكره زميلي في شبرا الاعداديه وساكن جنبي دلوقتي، احنا جيران يعني. ومن الشخصيات المحترمه. جميل. فالشبراويه كلهم جدعان يا كريم. اجدع ناس. اجدع ناس. اجدع ناس. ما ينفعش تكون حضرتك موجود معانا يا استاذ ماهر وما نتكلمش معاك عن سحر الاذاعه نفسها. طب استنى بس اقول لك، هكمل لك. اتفضل. فروحنا الماتش. الشيء الملفت للنظر طبعا، وده كان مش صح، اللي هو اول بانر كبير اتفرد على المدرج اللي ورا الجون يمين، صوره ابو تريكه لابس فرعوني وركع على الارض بيسلم الكاس للسافاكس. صوره مستفزه طبعا، تضايقك او على الاقل تنرفزك يعني. ابتدى الماتش 0-0-0-0-0-0-0-0 الدقيقه 90 اخدوا الكاس. الشماريخ ولعت، الدنيا ولعت بقى، خلاص خلاص خلاص. ابتدوا يحتفلوا. فاكرين فاكرين اليوم ده. ما خدوا الكاس خلاص. انا كنت قاعد في المدرج بتاع الاعلام، وتحت المدرج اللي تحت الكابتن ميمي الشربيني بيذيع للشباب والرياضه، والكابتن خالد الغندور قاعد جنبه ماسك له الموبايل كده عشان بينقل على الموبايل. اوكي. وقاعد جنبي بقى صديق ضاحي وزميلتنا من قناه الدير الرياضه ومش عارف. انا خلاص مش هتفرج بقى، هتفرج على ايه؟ فانا عامل كده وبسمع الكابتن ميمي الشربيني، انا مش باصص الملعب خالص. اوكي. فمره واحده هو بيقول ايه بقى؟ وعلى فكره الاستاذ عمار الشريعي اتصل بيه بالليل وحكى له، قال له انت كنت رهيب وانت بتقول هو لو تريكا يفوق، هو لو تريكا يبقى جون جون، وبدا يصرخ. فانت قاعد في ملعب مفيش اعاده قدامك، فانا طبعا بدات انتبه وادور،
الحاجة وسبعين ألف يا عم كريم شفته؟ اه طبعا. والخمسمية بس اللي طالعين طبعا طبعا، مولعين الدنيا بقى في الاستاد. ما دي من الماتشات اللي ما تتنسيش الحقيقة. وفي نفس اللحظة التليفون بيضرب، فأنا برد أيوه يا أستاذ مهدي أنت في تونس؟ أنا داليا رفعت يلا، دي زميلتي في استوديو مراسلين في الإذاعة، يلا 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 أنت على الهوا. الماتش شغال، أنا كنت بتكلم وأنا شايف عصام الحضري بيشيل بايديه ورجليه، يعني الهجوم كله كان ضاغط، فاضل دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، حاجه مرعبه. اه طبعا اه طبعا. وصفر الحكم وانا على الهوا، عايزني ما افرحش ليه؟ طبعا. زملكاوي مين يا عم؟ اتحاد ايه؟ اسماعيلي ايه؟ مصري صحيح. إيه؟ صحيح. ايه؟ انا مصري بشجع صحيح. النادي اللي رافع علم بلدي. هي دي الروح، هي دي الروح. صح طبعا طبعا. والتوانسه حبايبي واصحابي واصدقائي، لكن كل واحد هنا دلوقتي عايز يرفع علم بلده. صحيح. فعشان كده انا قلت والخمس دقايق بتوع يوم ما وصلنا كاس العالم، اذاعه شعبي لما كنت في نجوء في راديو النيل طلبوني عملت خمس دقايق تحفه. اقول لك حاجه بقى كمان، ايوه، يوم ما مجدي عبد الغني جاب الجون في هولندا والناس نزلت الشارع بالليل تقول جوهري جوهري، انا نزلت سجلت عشان اذيع في الاذاعات الموجهه تاني يوم، حاله من الفرحه. بلد طبعا. بلد بلدك مصر، انت فرحان، انت منتصر. بس صحيح. عشان كده يبقى اجمل خمس دقائق اذاعه يعني. وليهم باك جراوند يعني. لا في اذاعه شعبي وعدوني، وعدوني في اذاعه شعبي لما نوصل تاني كاس العالم هيطلبوني تاني. طبعا.